فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما رأيكم بمن يقول إن المسلم عند الدعاء ينبغي أن يستحضر نية العبادة والتقرب إلى الله بهذا الدعاء وليس فقط؟ ما رأيكم بمن يقول إن المسلم عند الدعاء ينبغي أن يستحضر نية العبادة والتقرب إلى الله بهذا الدعاء وليس فقط حصول مطلوبه؟ نعم، هذا مطلوب، لأن الدعاء عبادة، لا بد أن ينويه وأن يتقرب إلى الله به وأن يقصد حصول حاجته. نعم.